أنا مركز شباب طفنيس، مركز إسنا مغلق منذ 3 سنين، يعني مش مغلق يعني ما فيش حد، الصالة مش شغالة وقايل للسقوط العندان زي ما انتو شايفينها في الفيديو. والصالة طبعا ليها 3 سنين مش شغالة وما حدش سائل، ما فيش صيانة، والناس مقدمين طلب لإزالة المبنى، وهذا العمدان ما حدش سائل طبعا نهائي، ولا وكيل وزارة شباب ورياضة ولا محافظ ولا أي حاجة. هذا المبنى كله للسقوط.